أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملابس رسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملاك رسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. قسما لهم مجد نغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم مدا على مر السنين. قسما لهم